مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في مجموعة من الأجزاء القصة ديال ساجدة معجزة صيف 2022، عدد كبير من المغاربة ألمتهم القصة وحسوا بساجدة. ساجدة لتنوير الرأي العام أكثر في الموضوع، طفلة طموح حققت إنجازات اللي صراحة الجميع انبهر لهذا المستوى رغم أنها تعاني من مرض عضال. مشاهدينا الكرام، الجزء الأولي تكلمنا فيه مع ساجدة اللي تبارك الله حافظة جزء كبير من القرآن الكريم ومؤمنة بالله، مستوى عالي في التمدرس، هي الأولى في الرشيد، وتضحي بشتى الطرق من أجل أنه تبحث على السعادة ديالها في الدنيا وتساعد الأم ديالها. إلا أن المرض له رأي آخر. في خضم الموضوع المغاربة فرحوا بشكل كبير ملي بعض من المغاربة أو شخص إذا صح التعبير دخل على الخط وبغي يصيفطها للحج. مشاهدينا الكرام، اليوم خبر شيئا ما غير صار. ساجدة الوضع الصحي ديالها ليس على ما يرام. تبعوا معايا أختي، ربطي بيا الاتصال، حنا أمام المستشفى اللي كتبع فيه الخبر غير صار. قولي لي أختي، قولي لي. لأن ساجدة في المرحلة الأخيرة غدير الدياليز، لأن كنت كيفها باش بنتي ما توصلش للمرحلة ديال الدياليز. كنت كنعاون ما أمكن، كنقاوم، كنعاون ما أمكن، كنجري، درت جهدي، ولكن للأسف المرض غلبني. والحمد لله بقى كنترجى الله تبارك وتعالى أنها توقع شي معجزة فعلا في بنتي. انا غنساعدك ما امكن، وانا عارف الوضع ديالك، انت ام الله اللي عن بك. مشاهدينا الكرام، قبل يومين ساجدة دخلت في غيبوبة، من بعد الام بطبيعة الحال قامت بالاجراءات جابتها، ولكن الفحص الدقيق والتشخيص الطبي للاطباء خرجوا بقرار نهائي انه غدير دياليز. هنا غادي نشوف مع الام تشرح لي شنو قالها الطب. قولي لي. نجيت درت جبت لهم التحاليل وجدتها في ديك الحاله، قالت لي الطبيبه راه كاين واحد الحاجه خصك تعرفيها. انت هي وساجده، راه ساجده راه وصلت للمرحله ديال الدياليز. عيطت على اطباء جراحين جاو شافوها. المهم شخص الحاله ديالها، قالوا لي راه الكلاوي ديالها تدمروا بداك التقيحات اللي قديمه عندها. وصراحه هي سمعت ديك الكلمه ديال الدياليز، هي متقبله الامر وايمانها قوي، ولكن مسكينه راك عرفت باقا طفله صغيره، باقا طموحه، باقا كانت فرحانه بالحج، باغا تمشي لي بالعمره، باغا تمشي ليها، وباقا عندها الامل. كتقول لي لا تعطيني فرصه غادي نمشي باي وجه كان، باقا عندها الامل انها تمشي للكعبه وتمشي تشرب الماء ديال زمزم، وان شاء الله نتمنى تكون شي معجزه. لان فعلا انا كنحس بانها بنتي قريبه من الله تبارك وتعالى اكثر من اي واحد. كنحسبها قريبه من الله تبارك وتعالى، كنسمعها كطلب الله وكدعي وكتقول يا ربي يا ربي تعطيني شي معجزه بنتي. صراحه باش نقول لكم ما عرفتش ما نقول لك اخويا يوسف، نفسيتي ما قدرتش نهدى على الله. الله سبحانه وتعالى هو القادر، والمغاربة يدعيو معنا. الله يوفقك يا ربي، والله يفرج عليك يا ربي، والله يحقق ليها هادشي اللي كتمنى. مشاهدينا الكرام، هذا هو الخبر اللي صراحة غير صار. ساجدة الأمنية ديالها أنها تمشي للعمرة، تضحي بالغالي والنفيس من أجل أنه تعيش كما قلت في السابق حياة بحالها بحال الناس، إلا أن القضاء والقدر له رأي آخر. مشاهدينا الكرام، أرجوكم الدعاء لساجدة ويا ربي تحقق لها هذا الحلم. وفي نفس السياق، ساجدة وضعت فيديو للمغاربة كتكلم فيه على هذه الوقائع وهذه المستجدات. تبعوا معايا. السلام عليكم متتبعين الكرام، كنشكركم بزاف على هذاك الوقوف اللي وقفتوا معايا وهذاك السؤال. كنشكركم واحد واحد، وكنشكر جميع المغاربة اللي سولوا فيا واللي ما سولوش فيا واللي دعوا معايا. نشكر جميع المغاربة اللي ساندوني، و كنتمنى تكونوا بخير وعافية ان شاء الله. بعد ما كنت لكم على العمرة وغادي نمشي ان شاء الله بإذن الله، ولكن قدر الله ما شاء فعل. كيف ما كتشوفوا دابا انا في المستشفى، حيتاش جيت عند الطبيبة وقالت لي
جيت عندها في حالة حرجة وقالت لي ضروري خاصك تنعسي. نحن على تتبع الملف وسوف أوافيكم دائما بالجديد إذا تبينتنا أمور أخرى. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.